اليوم جيت انا كمدعوه لعرس خيري ديال واحد العروسه والعريس. تنتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الزوجيه ان شاء الله. وانا يا بحال هاد الاعمال الخيريه تعجبني، نجي ندوز فيهم، ما عنديش المشكل. وانا فرحانه بمروري في هاد العرس هذا. هاد المسار بديتو شي ماشي بزاف، يلا شي 8 شهور تقريبا. كيفاش لقيتي راسك انك تقبلي الفن؟ الفكره جاتني عاديه. تيشجعوني الاصدقاء ديالي، العائله، كلشي كيبقاو تيقول لي صوتك زوين، علاش ما تخرجيش للسوشيال ميديا؟ انا كنت كنغني قبل، يعني في الاعراس ديال العائلات ديال الخواتاتي مثلا. فيما مشيت شي عائله سكينه ميكرو عافاك دوزي لنا واحد الباساج وهذا، وما كنتش كنبغي نخرج لهادشي السوشيال ميديا، ما كنت شويه متردده كيف ما تيقولوا. وفاش خرجت رميت واحد الفيديو في غنيتي اغنيه كعاديه باللعب، ورميت فيديو في واحد المواقع في التيك توك، ودار لي المهم بقاو لي كومونتات بزاف وكيشجعوني الناس علاش ما تبقاي تغني وهذا صوتك زوين تبارك الله، زعما استمري في هذا الميدان. هما الصراحه كاين بزاف ناس كيشبهوني، ولكن كل واحد الستيل ديالو. هي تبارك الله فنانه كبيره وصوتها زوين ومسيره موفقه ليها، وكل واحد الستيل ديالو. يعني واش عمرو كان دير لكم شي تواصل شي مره؟ تلاقيت معها مره واحده في واحد الحفل، كان لقاء تما، جينا حنا كانوا منظمينه واحد كينظموا بحال هكا الاعراس. انا اللي كنت منظم هذاك اللي كانوا منظموا عبد الرحيم وعيطوا ليها وجات لبات لهم الدعود وزات الباساج ديالها معنا. الصراحه انسانه متواضعه وعادي، الله يعمرها دار، ظريفه والله يعمرها دار. هي والحاج لطفي، هي والحاج لطفي تا هو تبارك الله عليهم بزوج، الله يعمرها دار. سمعنا انه كاين شي جديد قريب؟ ان شاء الله كاين الجديد ديالي من الكلمات والحان ديالي، غادي يكون ان شاء الله نهار 11 في شهر 1 2022 على قناتي في اليوتيوب سكينه جامايكا. سينجل ياك؟ سينجل. شنو كان الموضوع ديالو؟ الموضوع ديالو هو كيهضر على الصحابات، شي بنت غدروها صحاباتها وطعنوها في دارها وقالوا كلامها وهذا بزاف د الحوايج، ولكن بستيل ماشي بحال ديال ستيل اخر، بواحد اللحن ديالي انا، ما هو شعبي ما هو مغاير. الجمهور اللي بيتسنى الفيديو ديال السينجل ديالك؟ تنقول لهم تسناو السينجل ديالي نهار الثلاث 11 شهر 1 2022، تسناو ونتمنى انه يعجبكم ويوصلكم صوتي. يكون ان شاء الله مع ستونس ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكر كبير بعدا اول حاجه لعبد الرحيم مانجر ديالي. هو اللي غيشد، هو اللي مكلف كل شيء. انا هو المانجر ديال سكينه جامايكا. شويه على سكينه، كيفاش دايره الخدمه معها؟ سكينه الخدمه ديال معاها مزيانه صراحه الله، انما انسان عرفتي في الميدان الفني ديال الله في البدايه تيكون واحد شويه ديال التخوف وبزاف ديال الحوايج. الدور ديالي انا خصني ندير موتيفاسيون من هاد فهاد لاكوتي هادي، خصني نوفر شحال من حاجه، خصني يعني لورغانيزاسيون تكون على حقها وطريقها باش تكون هي ترونكيل. يعني واش تيبان لك انت كمراجع يعني واش غادي في الطريق الصحيح ان شاء الله؟ والحمد لله. شوف كنت يقول لك انسان اللي بغى شي حاجه خصو يطمح ليها، وحنا درنا واحد خطوه والكمال على الله سبحانه وتعالى، وكاين اقبال دابا مع الجمهور ديالنا، كاين اقبال الحمد لله. يعني كتلقاو راسك مزيان من الجمهور تبارك الله، تعرفوا انه بدات تطلع على الساحه الفنيه في المغرب، يعني كاين اقبال من الجمهور؟ كاين اقبال من الجمهور تبارك الله، كاين اقبال وكاين بزاف ديال العروض اللي تيجيونا من بعض المدن، وكاين طلبات بزاف. لا باش دابا واحد النقطه باش نشير ليها، بالنسبه للمناجر ماشي تيحتقر الفنان، ان هو تيكون مرايه ديال الفنان ديالو، لانه هو اللي تيعطيه لي زيتاب باش يمشي عليهم، فهمتيني؟ هو اللي خص تيشوف الناس، فهمتيني؟ هو اللي كيشوف الفنان اشنو خصو يدير، تكون شي رياكسيون ما هي هادي، خصو يوصل ليه ميساج بطريقه اللي هو تكون حبيه، فهمتيني؟ ما التفتوش بها الناس. يعني الفنان تيكون ما تيتدخلش
دخلش في المواعيد ولا شي حاجه، تيكون المانجر هو اللي مكلف لهم بطبيعه الحال، حيت مدير الاعمال هذا هو الدور ديالو، تيتكلف المواعيد، تيتكلف بلاصه في تكون فيها ليفيلمون، يعني بزاف د الحوايج. بالنسبه للسينجل كاين شويه ديال الصعوبات خصوصا في هاد لا بيريود ديال كورونا. وشنو نقول لك، بالنسبه للسينجل ديالها هي راه كان كما تكلمت عليه قبل، هو تيهضر على الصحابات، كلمات ديالها والحان ديالها، واستديو فين سجلنا في ساكوني برود، استديو ساكوني برود في مراكش. تصراحة طلع حتى هو خدم معنا ودار معنا مجهود اللي هو زوين، ان شاء الله غادي يكون، انا تنطمح بانه يكون اقبال زوين في على سينجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. قريب ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن دابا غيكون سينجل مورا سينجل ان شاء الله اخر عاد يكون ديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. شعبي بيان سور شعبي، حنا ديما حنايا في لونكادر ديالها شعبي 100%. دابا تتبقى بين الفنان والفنان، تتكون اتفاقيه بيناتهم، واش تشوفوا الكلام ديال الموضوع على شي هضر، وحاول يقدروا باش يمزجوا السينجل يكون غادي على صواب. دابا كان اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.